الخلاف بين محطات الأخبار العربية في وصف مجموعات المعارضة المسلحة على الأرض السورية، بحيث تهتم كل واحدة منها بتنظيف صورة المجموعات المدعومة مباشرة من قبل الدول التي تملك تلك المحطات الإخبارية، لا يعني أنها لا تتفق على فكرة شمل كل من ينضوي تحت مسمى المعارضة المسلحة بأنه خير حام للأرض السورية ومن عليها. مراسلنا في حلب محمود حسين يرصد المشهد بعد انتشار عناصر الشرطة الجديدة. جديد المشهد الأمني في حلب هو هذا الظهور المميز لعناصر الشرطة في شوارع مدينة حلب وريفها، فلما وجدوه استجابوا له فانخفض معدل الجريمة بشكل ملحوظ. معدل الجريمة انخفض الحمد لله. تظهر المتابعة أن قياس معدل الجريمة الذي انخفض بوجود الترتيبات الأمنية المذكورة حسب الكلام السابق شمل الجرائم التي يرتكبها البشر العاديون، فيما لم يشمل أبداً أنواع الجرائم التي يرتكبها بشر ليسوا كالبشر. وهذه صور لحادثة قطع رأس شاب ثم رميه في حفرة أعدت لرمي من يقام عليه الحد، وذلك أمام أختيه اللتين أطلق النار عليهما لاحقاً ليتم رميهما في ذات الحفرة خلف أخيهما. ونعتذر هنا عن عدم إظهار عملية قطع الرأس بوضوح لفظاعة الصورة. وفي ملخوذة تغطي عيني مراسل المحطة الإخبارية، فقد كانتا تريانه أموراً وتحجبان أخرى. المواد الفيلمية التي كانت يوماً ما تشكل المصدر الأول لمعلومات وأخبار بعض محطات الأخبار العربية لم تعد بمجملها صالحة لعرضها والاستشهاد بها، فمنها ما بات يظهر انطباعاً شعبياً في حلب يرى مجموعات المعارضة المسلحة التي يغلب عليها التشدد الديني بأنها بلغت من الإجرام حداً لا يمكن احتماله والسكوت عنه. يعني مثلاً إذا كان كل جيش حر واحد كل عسكر جيش حر بيجي يسحب سلاح على مدني يقتله، هاي ما يسوي رصقه مو يجي والله لحق. طيب ليه حقوا من الصالحين لهون؟ صراع هيني ما هدي قلبك لما انت ليه اذا سبق او كذا عميني بس ما اعطاك طريق بس لحقت او الزلمة؟ يعني ما هدي قلبك من كل الروحة وطريق المسافة هاي كلها من هنيك لهون؟ ما هدي قلبك من زلت مثلا استغفرت ربك او نزلت عيطت عليه ضربته بالكف او كفين عشان سلاح بتقوته وهو زلمة اعزل؟ يعني لو انه مدني او لو انه عسكري او جيش حر ولا شيل سلاح يا اخي حقه، بس مدني اعزل ومعه طفلين ومرأة، ايش القلب اللي له اللي قدر يقوس الاطفال؟ طلع الطفل هذا كان معه يهودي هذا لا كافر بيساويها ولا يهودي بيساويها، ايش القلب اللي له؟ يعني لو انسان كافر او يهودي ما بيسخى قوسه وقلبت السيارة وضل عمال بمد البارود مش باخذ بيقوس عليه جريمة. لك عم بيقولوا صلوا على الرسول كرمال الرسول، ولا واحد كرم الرسول ولا واحد صلى على الرسول، بعدين ما في بقلب ولا واحد فيه ايمان. هي اربع كلمه هي بتكفي حالها. منو هن؟ الشرعيه المقنعين. في اماكن تواجد المعارضه المسلحه التي ترفع شعارات نشر الحكم الاسلامي قد تسمع مسميات توحي بذلك، كحال ما سميت الهيئات الشرعيه ومهمتها الافتاء في كل حادثه ترى فيها مخالفة لأحكام الشريعة. إلا أن السوريين الذين يرون النتائج عن كثب يحكون أن ما يطبق عليهم من أحكام مختلف عما أتى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يعد يلزم مثلا للتجريم بالزنا لم يعد يلزم 4 شهود رأوا الفعل الصراح بأعينهم، بل بات يكفي أن ترى جالساً مع خطيبتك في حديقة عامة. نرى الآن آثار الضرب على ظهره واتهامه بالزنا. كنا شاركين أنا والبنت حديقة عامة الساعة 10 الصبح. طالنا الحديقة ولقينا موسى حسن. راحت البنت سألني من هاي المعركة. قلت له
صحت له مشان يحكي معه. ايه رد حكى معه، حكى انه انقلع وراح. طبعا انت ما اعطيته تفاصيل من بنته؟ لا ما اعطيته، يعني ما خلاني الساعه اعطيه. نعم. ركبني من السياره، اطلع ما اطلع، جمع علي اثنين ساحبين بواريد، ركبني للسياره واخذني. اخذنا للسياره، اخذني على السجن. تمام. وصلنا هناك السجن، قام عناصر باركين قدام المغار. قالوا فوتونا اسود تحت على السجن. فوتونا على السجن، قبل ما يفوتوني قالوا دولبو. فاتوا اللي عندي شغلت سبع اشخاص. ايه متكونين من بده يضربني، متكونين يكون يعني متكونين يعني بين بعضهم. ايه. مين هو اللي بده يبلش بالضبط؟ مين بده يبلش؟ تمام. كل واحد يضربني شغلات شي 20 خرطة كرباج. ايه. ايه. وانا صياحة طبعا عبت الدنيا، قالوا يضربني على ظهري وعلى وجهي بالخرطوم. ضربك بالخرطوم؟ التهمة كرباج. شو التهمة؟ زاني. تهم يعني تهم اني زاني هلا. ايوه. وجلدك على اساس انك زاني. ايوه. فيش يعني الحديقه مليانه، حديقه عامه يعني ومليانه عالم. اينما وجدت واقعا تلمس فيه مزاجا شعبيا يرفض وجود المعارضه المسلحه على الارض، فانك تبحث عن مراسلي بعض محطات الاخبار العربيه فتجد اعينهم خلف خوذه لا تسمح برؤيه ما تريد.